بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلي، مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية، ممتطيا من الشكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية، المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية، ويعم الصحابة والأتباع ومن ولا، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطة الخطا وخطاه، وأنشر من قصة المولد الشريف النبوي برونا حسانا عبقريا، ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلاها، وأستعين بحول الله وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فأقول هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمر ابن عبد مناف، واسم المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماه ابن حكيم ابن مرتي ابن كاذب ابن لوي ابن غالب ابن فهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القريشية، وما فوقه كناني، كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك
ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية. وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبان ابن مضري ابن نزاري ابن معدي ابن عدنان. وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، أمسك عنه الشارع وأباه. عطير الله هم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم.